السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن أكلتين ينفعوا كبديل للعلف لزيادة إنتاج البيض، أكلتين فعلا تأثيرهم في إنتاج البيض كبير جدا، وتقدر تستغلهم بشكل أو بآخر إنك توفر شوية في العلف المقدم للطيور. لكن هل ده معناه إن احنا هنقطع العلف تماما ونقدم الأكلتين دول؟ ده اللي احنا برضو جايين نتكلم فيه ونشرحه بالتفصيل خلال الفيديو. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نأكد حاجة مهمة جدا، وهي ان الاكلتين دول اللي احنا هنقدمهم كبديل للعلف مش هيخلونا نبطل نقدم العلف. يعني ما ينفعش اصلا باي شكل من الاشكال تقطع العلف تماما عن الطيور، لان قطع العلف تماما عن الطيور بمثابة حرمان الطائر من الانتاج اصلا، بمثابة منع الفراخ البياضة من انتاج البيض، او تقليل انتاج البيض بنسبة كبيرة جدا كأنه مش موجود بالظبط، كأنه منعدم. فحضرتك بمنتهى البساطة لازم تاخد القاعدة دي ثابتة معك، مهما غلي العلف احنا مضطرين نشتريه، ومهما غلي العلف انت لازم تستخدمه، لكن ممكن تقلل من الكمية المقدمة للطيور. ومن هنا بتيجي وظيفة الأكلتين اللي احنا جايين نتكلم عنهم النهاردة. الأكلتين اللي احنا جايين نتكلم عنهم النهاردة تأثيرهم فعال جدا في زيادة انتاج البيض، خصوصا لما تستخدمهم مع العلف. يعني ايه الكلام ده؟ احنا جايين نوفر فهنستخدمهم مع العلف، جايين نوفر وهنستخدم العلف برضو، هنستخدم كمية قليلة من العلف. العلف ب30 جنيه، العلف الكيلو ب30 جنيه اللي هو 21% بروتين. انما الاكلتين اللي انا جاي اكلمك عنهم النهارده اكله منهم ب20 جنيه واكله منهم ب15 جنيه. فاحنا لو قدمنا ربع الكميه او تلت الكميه علف والتلتين التانيين للاكلتين دول، يبقى خلينا تلت الكميه علف وتلت الكميه اكله معينه والتلت التالت اكله تالته، حطيناهم مع بعض قدمنا كميه مشبعه من الأكلات دي كلها مع بعض، قدمنا وجبة مشبعة من الأكلات دي كلها مع بعض، وفي نفس الوقت عملنا إيه؟ في نفس الوقت وفرنا في كمية العلف. طب الأكلتين دول إيه وليه تحديدا استخدمناهم؟ أول أكلة معانا هي الذرة الرفيعة. الذرة الرفيعة الكيلو منها ب20 جنيه، الكيلو منها ب20 جنيه، يعني أوفر من العلف بتلت السعر. يعني ايه؟ العلف ب30 جنيه والدورة الرفيعة ب20 جنيه، يعني 10 جنيه فرق. طبعا ده رقم كبير جدا في التوفير، لما تشتري كميات كبيرة من العلف هيبان عندك التوفير، تمام؟ انت كده وفرت نسبة كبيرة من تسعيرة العلف وميزانية العلف اللي انت بتقدمه للطيور. طب الاكلة التانية ب15 جنيه، تعال ركز الاول معايا على الاكلة اللي هي الدورة الرفيعة. الدورة الرفيعة بما فيها من القشرة وبما فيها من القلب بتاعها، مكوناتها كلها يعني حبة كاملة، تمام؟ تأثيرها في زيادة انتاج البيض كبير جدا. ليه؟ لان هي بتدي طاقة وبتدي كربوهيدرات اللي هي الدهون، لكن في نفس الوقت بتدي حاجة تحرق الدهون وهي القشرة الخارجية او النخالة، تمام؟ فالذرة الرفيعة حلاوتها في كده ان هي بتقدر تقدمها كاملة ومتوفرة في الاسواق حبة كاملة، حبة كاملة، تمام؟ تقدر تشتريها بدون ما تاخد منها حتة وتسيب حتة، لا تاخدها بفايدتها كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها، تمام؟ بالفايدة الكاملة بتاعتها. حلو. طيب هناخد قد ايه من الذرة الرفيعة؟ يعني مثلا لو عايز تعمل كيلو من الخلطة دي، كيلو من الخلطة دي هتاخد قد ايه؟ هتاخد تلت الخلطة ذرة رفيعة، تلت الخلطة ذرة رفيعة. حلو. يعني هتجيب قد ايه بقى؟ لو هتعمل كيلو كامل يبقى هتجيب تلت كيلو ذرة رفيعة، اللي هو حوالي قد ايه؟ حوالي الكيلو 1000 جرام حوالي 333 جرام، او 335 او 340 جرام من الذرة الرفيعة. انت كده خليت تلت الخلطة من الذرة الرفيعة. طيب الاكلة التانية معانا ايه؟ الاكلة التانية هي القمح. القمح ده بقى الكيلو ب15 جنيه،
والقمح ده برضو حباية كاملة بقشرتها، بيدي طاقة وبيدي بروتين، وفي نفس الوقت بيدي حاجات تحرق الدهون الزيادة، فانت استفدت استفادة كبيرة جدا. حلو، وعوضت نسبة البروتين عن طريق الذرة الرفيعة والقمح النسبة اللي ضاعت منك لما قللت العلف. حلو، برضو هنجيب حوالي 333 او 340 جرام من القمح، وهنجيب برضو 333 او 340 جرام من العلف. بقى عندك كيلو من الخلطة دي. طيب كيلو الخلطة دي تقدر تقدم منه قد ايه للطيور؟ تقدم منه بقى ايه الكمية اللي احنا كنا بنقدمها من العلف وبطلنا نقدمها بسبب غلاء الاسعار، اللي هي من 60 ل 100 جرام من الخلطة دي، من 60 ل 100 جرام. طيب هل تأثير الخلطة دي بيساوي تأثير العلف لوحده؟ يعني هل في ابحاث اتعملت عن الاكلات دي؟ في ابحاث، يعني في ابحاث اتعملت على الفراخ اللي بتاكل علف بس صباحا، وجبة الصباح من 60 ل 100 جرام علف، وفي ابحاث اتعملت على فراخ تانية بتاكل الخلطة دي اللي هي القمح بالذرة الرفيعة بالعلف، اللي قللنا فيها كمية العلف واستبدلنا الناقص بايه، استبدلناه بالذرة الرفيعة والقمح. حلو، فالخلطة دي كلها على بعضها تأثيرها ايه على الطيور؟ وهل تأثيرها اقل من العلف بس؟ لا، تأثيرها هو هو تأثير العلف، كأنك بتقدم العلف عادي جدا، ومع ذلك انت وفرت كتير طبعا، لان انت الذرة الرفيعة اقل 10 جنيه من العلف، والقمح نص سعر العلف، يعني انت تقريبا وفرت تلت السعر او اكتر، وفرت تلت السعر او اكتر، وده هيفرق معاك كتير جدا لو انت بتستخدم كمية كبيرة من العلف. وفرت تلت السعر ويمكن قريب من نص السعر. حلو، وفرت حوالي 40% من السعر بالتحديد لو عايزها بدقة. تمام، فانت لو بتشتري كميات كبيرة من العلف وعندك مزرعة او عندك قطيع كبير على السطح او في مزرعة صغيرة او في عشة او اي حاجة، فانت هنا وفرت فعلا، ومن غير كمان ما تأثر على انتاجية البيض. حلو، لكن طبعا مع تقديم الاكلات دي في الصيف او في الشتاء لازم نهتم بالخضروات. الخضروات مهم جدا ان احنا نهتم بيها يا جماعة، سواء بتقدم الاكلات دي او ما بتقدمهاش، يعني في المطلق لازم تقدم الخضروات. وساعتها بالليل مش هتقدم عيش بقى، هتقدم خضروات كتيرة، وفي الصيف اللي احنا فيه ده انت مش بتحتاج انك تقدم اكل كتير، فممكن تستكفي بالوجبتين دول، وجبة الصباح الخلطة اللي عملناها، وخضروات بقى طول النهار كميات كبيرة مشبعة. بكده انت زودت انتاج البيض، وحفظت على الطيور من السمنة عشان دي بتعمل انقلاب رحم وانسداد مخرج بيض، ووفرت كمان كمية العلف. لو استخدمت الخلطة دي هتدعي لي. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.